نشرت الكاتبة عنود الخالد مرت الممثل السوري عباس النوري صور نادرة من خطوبتهم واحتفلت بهالذكرى الحلوة وعلقت حدث بمثل اليوم انه انخطبنا. وانتشرت الصور بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وعلق الجمهور على اختلاف شكل عباس ومرته مع مرور السنوات، وشددوا على انه الذكريات الحلوة بترافق الانسان لو قد ما صار ناجح ومشهور. وكانت بالفترة الماضية انتشرت اخبار عن انفصال عباس النوري ومرته عنود الخالد، الا انه اتضح انه كله كذب ونفيوا اتنيناتهم الموضوع واكدوا انه حبهم وعلاقتهم مستمرة وما في اي خلاف او مشكلة. لمعرفة كافة الأخبار الفنية زوروا موقعنا الفن.com واشتركوا بقناتنا على يوتيوب ليوصلكن كل جديد.